مشاهدينا مساء الخير واهلا بكم معنا في حلقه جديده من لقاء الاجيال، بنستضيف فيها ابناء مهنه واحده من اجيال مختلفه. معانا النهارده الجيل اللي بيمثل جيل الخبره في مهنه الطب وبالتحديد تخصص امراض العظام. معانا الدكتور بهاء علي كرنه، استاذ جراحه العظام والمفاصل بجامعه الازهر. اهلا بحضرتك معانا. واللي بيمثل جيل الشباب معانا الدكتور سامح ابو زيد، اخصائي جراحه العظام. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، مشرفينا ومنورينا، وهنعرف معلومات جديده وهنعرف ايه امراض العظام اللي كلنا بنشتكي من عظمنا على فكره، ما بقاش مرتبط بالسن، هنعرف منكم برضو ايه الاسباب. بس خلينا نقول في الاول سؤالنا اللي بنحب نبدا بيه، علاقه الاجيال المختلفه خصوصا لما يكونوا مهنه واحده وتخصص واحد. جيل الخبره بيبقى مساعد لجيل الشباب، بيديله فرصه، يعني بنقول علاقه تواصل، ولا بيبقى فيها تنافس شويه؟ نبدا بنسال دايما الجيل الاصغر هو اللي عنده مشكله. اتفضل دكتور سامح. الحقيقه مبدئيا انا بحب اشكر حضرتك جدا على الدعوه الكريمه اللي اتاحت لنا الفرصه نبقى موجودين مع حد من القامات الكبيره جدا بالنسبه لنا في طب جراحه العظام في مصر كلها والشرق الاوسط، يعني دكتور بهاء بي قرنه. الحقيقه ردا على السؤال بتاع حضرتك، لا طبعا احنا تتلمذنا وتعلمنا على ايد دكتور بهاء واساتذتنا الكبار في جامعه الازهر وباقي الجامعات، واتاحوا لنا فرصه كبيره جدا جدا للتعليم. كان دايما دكتور بهاء بي له كلمه كده ان يقول لنا الطب ده قسطة وبلي، احنا لازم يكون في قسطة وبلي. لازم يكون في قسطة كبير جدا كويس جدا وهو اللي عنده الخبره، ولازم يكون في البليه اللي معاه ده هو يبتدي يعلمه واحده ويقول له لا ده غلط وده صح. طب دكتور سامح استنى بقى شويه كده افهم بقى ايه حكايه قسطة وبليه، لانها ممكن تتفهم ان الدكاتره عندهم دايما يعني جزء من يحبوا السيطره، يحبوا ان هم يعني مهنه الطب بالتحديد الاساتذه الكبار ليهم اسلوب تعامل شويه مع جيل الشباب. لا هو الكلمه اللي بيقولها الدكتور سامح دي انا باخدها من الورش والمصانع وكل حاجه، دايما بتلاقي معلم ومعاه الصبي، وبتلاقي اللسطة ومعاه اللسطة بليا اللي هو صغير، بليا صغير ده اللي هو شد واربط ويعمل الحاجات دي كلها. اصل حضرتك احنا في الطب موجوده المعلومات في الكتاب، احنا الفرق بيننا وبين اي حد ان احنا بنقرا الكتب ونتعلم، لكن بيفضل بقى الحاجات اللي هي التكتات الصغيره الممارسه بالظبط، لان انت ممكن حاجه بتشوفيها مثلا اللي ينفع لواحد طويل ما تنفعش لواحد قصير، اللي تنفع بطريقه نقل مثلا اوتار بطريقه معينه هتعرفي الشد ازاي في الكتاب، الكتاب هيقول لك ازاي تشد الرباط ازاي او تعمليها ازاي. مهنة الطب بالتحديد زي ما حضرتك بتقول ما ينفعش فيها النظري، لازم جزء انتوا بتقعدوا نظري كتير قوي، بتقعدوا تذاكروا نص حياتكم، لكن برضو النص التاني لازم تقعدوا تمارسوا. احنا بنقول ان اول ما الواحد بيطلع بيخلص البكالوريوس الطب بيبقى عبارة عن واحد بس عنده شوية معلومات في الكتب، يعني بنشبهها بأنه شخص عادي خالص وأي واحد يقرأ كتب، لكن عشان تمارس الحاجات دي وتطلعيها أنت بتقري مرض، بتقري مرض، يعني مثلا نقول المرض ده اسمه عرق النسا مثلا. أي والمريض ما بيجيش يقولك أنا عندي عرق النسا، ده بيجي يشتكي وانت بتحللي هذه الشكوى بيقول لك الاعراض اللي حاسس بيها، وانت عليك انك تحصرها من 20 30 مرض ليهم نفس التشابه وابتدي اطلعها منه البتاع، ممكن بكلمه واحده، ممكن بحركه معينه، ممكن بفحص معين، ممكن باشعه معينه، كل الحاجات دي لما بتتجمع بقدر اخد منها الحاجات دي كلها. هو انا لما بدرس او سامح وهو بيدرس كمرض عام، مرض يعني بيقول مثلا مرض انزلاق العمود الفقري، انزلاق الفقرات، لكن المريض لما بيجي لك هل هو عنده انزلاق فقرات ولا عنده تزحلق فقري ولا عنده التهاب في العمود الفقري ولا عنده تسوس في العمود الفقري ولا عنده يعني في حاجات كتير او مكسور في العمود، كسر في العمود الفقري ودي نتائج الكسر، كل الحاجات دي بتاخديها بقى اللي هي عن طريق التعليم اللي احنا بنشوفه ده. لما كانش كده يقعد مع ده ويقعد مع اللي هو الشخص الاكبر ويشوف ازاي التكنيك بتاع الفحص والتكنيك بتاع اللي هو لدرجه ان احنا عندنا في الامتحانات دلوقتي ازاي تتقرب من المريض عشان تاخد منه المعلومه، يعني ما يدخلش طفل صغير. ده قصه جديده هنرجع لك فيها. بس انا عارفه ان دايما عندكم حفظ المقامات بين الاطباء الجداد والاساتذه، ده شيء مقدس في مهنه الطب. صحيح. لكن يعني دلوقتي القسطة وبليا، معلش يعني انت وانت بليا بتوصل لك معلومات
من الاستاذ الدكتور طبعاً. يعني ولا بيبقى فك واربط بدون توصيل معلومات وخبره؟ احنا الخبرات المتناقله اللي احنا بنكتسبها من اساتذتنا زي الاستاذ دكتور بهاء بيه طبعا دي بتبقى حاجات احنا يعني احيانا كان دكتور بهاء يعني يجي مثلا يقول لنا في اختبار معين او العيان ده عنده ايه، طبعا هو بيبقى عارف، انما احنا بنعصر دماغنا علشان نعرف هو عنده ايه. فاحيانا نوصل تشخيص، اغلب الاحيان ما كناش بنوصل تشخيص، فبعد كده يرجع دكتور بهاء يروح قايل لنا اصل شفت انت وهو داخل كان مثلا المشيه بتاعته كان شكلها كذا، فكان في علامه من العلامات معينه في جسمه، فكان في شكوى معينه، واحنا بنعمل الفحص ده لقينا فحص نتيجه معينه للفحص ده، اذا هو كان عنده التشخيص الفلاني. أي. التشخيص الفلاني دوت علاجه بالطريقه الفلانيه، فساعتها انا بيبقى معانا سواء كان علاج جراحي او علاجي يبقى احنا معانا وقتها الصوره كامله للمرض. زي ما دكتور بهاء قال احنا ما ينفعش ناخد بس الطب وممارسات الطب من الكتاب بس، لان الكتاب حاجه مصمطه ما فيهاش روح، لازم نشوف مره ونشوف مرتين وثلاثه ونعرف الفرق ما بين ده وما بين ده وما بين ده. احنا لو ما كانش حد واقف على ايدينا بيقول لنا ده صح وده غلط احنا عمرنا ما كنا نعرف حاجه. لقيت حضرتك برضو الدكتور بهاء يعني من الجيل اللي قبلك برضو نفس التعاون اللي طبعًا. انت بتحاول تنقله لجيل دكتور سامح هو تناقل معرفه وتدريب، وفي نفس الوقت هو حتى في شبه تقييم، يعني حتى يعني احنا حتى النواب اللي هم موجودين اللي بيجوا اللي هم مسميه، عشان كده عندنا حاجه اسمها سينيور وعندنا جينيور وعندنا النص سينيور، المجموعات دي كلها بتبقى ماشيه مع بعضيها بالتسلسل معين، يعني اللي بيقدر يعمله مثلا السينيور قوي لا الجينيور يعمل اقل منه شويه، والجينيور الاقل يعمل اقل، ولما يجي واحد جديد خالص لازم يحتضنوه وبعدين يبتدي بالحاجات البيزك خالص وبعدين يبتدي يترقى معاه كل ما بيتقدم، وحضوره وانصرافه وهيئته والحاجات دي كلها بنبتدي احنا كمان نبني معاه. لكن لو جاء عند حد معين ولقيناه كده لا خلاص احنا بنتجنبه، لان ده بيبقى احنا بنشوفه خطر حتى على المريض، لان ما كانش احنا نديله معلومه صح مش هيعالج صح مش هيشخص. ده سؤال مهم قوي، يعني دلوقتي اللي بيفرق موهبه برضو زي اي مجال تاني، تالنت، استعداد وتالنت بالظبط، موهبه، لان ممكن دكتورين درسوا نفس الدراسه ومروا بنفس التجارب والممارسه، لكن بتلاقي واحد وقف عند سن عند حد معين مستوى معين. بالظبط، عشان كده احنا عندنا حتى في الطب عندنا كونسلتيشن وفيرست لوك وسكند لوك، يعني اول نظره وثاني نظره وفحص ثاني وفحص ثالث، ونعمل مرور ونتناقش مع بعض ونقعد مجموعه كبيره من الدكاتره. يعني احنا لما بنمر مثلا بتبقى اثنين اساتذه مع مثلا اساتذه مساعدين مع مدرسين مع مدرسين مساعدين، وكل واحد مثلا متفوق في دي بيقدر يدي معلومه عن هذه ويتكلم عن كذا، نبتدي نوصل في الاخر للتشخيص اللي هو يفيد المريض، لان اول خطوط العلاج ان انت توصل للتشخيص الصح. لو وصلت الصح هتمشي صح، هتعالجي صح، هتعملي العمليه صح، يبقى المريض في النهايه هيوصل للنتيجه صح. احنا عندنا مشكله حضرتك معلش قبل ما تنتقل لنقطه ثانيه، التشخيص ده حضرتك يعني دوست على نقطه ضعف كنا بنعاني منها، مش عارفه لسه بنعاني منها ولا لا في مصر، وهو التشخيص الصح. ان انا اعرف مبدئيا عندي ايه عشان زي ما حضرتك بتقول امشي بقى بعد كده باقي الخطوات سهله. هو في عندنا حضرتك برضو الثقافه المرضيه بالنسبه للمريض، كتير قوي من المريض يدخل يحكي حكايه هو بعيد عن الموضوع، يقول لك انا رحت للدكتور الفلاني وعملت فلان وعملت الاشعه وجبت لك الاشعه بتاع. طب انت بتشتكي ما بيشتكيش؟ احنا يهمنا قوي ان المريض يجي يحط الشكوى بتاعته، الشكوى دي احنا بنحللها بعد كده وبنقدر نطلع منها شويه معلومات وبنقدر نسال المريض، حتى بنسميها اسئله مباشره وغير مباشره. يعني مثلا واحد ما عظمه ما بيلحمش، نقول له مثلا طب انت بتدخن كم سيجاره في اليوم؟ انا ما بدخنش. طب يعني كم مره مثلا كده؟ نبتدي نعرف منه في اسباب معينه من مثلا ما اتبعش التعليمات الطبيه، ما هو مش كل حاجه هتبقى المريض ممكن بيعملها وهو بحسن نيه ما بيقدرش مش فاهم مش متفهم، عشان كده بنحاول نحطه على الحاجه الصحيحه. كتير قوي من الناس مثلا في ليله العمليات نقول له ايه تاخد شاور،
تاخد مش عارف كذا. بعض الاحيان بتبقى الحاجات دي كلها بعيد عن دماغه، ده داخل عمليات وبقى خايف ومرعوب هنا بتاع. وعي المريض بقى بيلعب وعليه عامل كتير، وانتوا بتحاولوا على قد ما تقدروا يعني تغيروا الوعي ده او تزودوه او توعوه يعني على قد ما تقدروا. أنا هو مش كل الناس بتستوعب. ما بشوفش المريض ليله المريض، انا بشوفه في ليله العمليه، انا بشوفه مثلا في التعب وبحضره العمليات. لكن الجيل بتاعنا بقى هو ده اللي بيبقى الكونتاكت، ده اكتر واحد بيبقى هو اللي بين المريض وبين يعني الاستاذ الدكتور الكبير، وهو اللي بيقدر ينقله بعدين، هو اللي بيدي المعلومه وبيدي تفهم. كانش يبقى عنده قوه الملاحظه وقوه المتابعه وملاحظه المريض، واي تغيرات فسيولوجيه او مرضيه تظهر على المريض ويبلغ بيها. لان انا مش هقدر اتابع مثلا 20 30 مريض مثلا موجودين عندي في القسم، لكن الجيل بتاعنا هو اللي بيتابع. عشان كده بندي له الملاحظات، بيكتب بيتابع بيكتب وراء المريض، بيشوف الكميات اللي هي مثلا خارجه من جسمه، السوائل، الحاجات دي كلها، وهو على ضوءها كمان هو بيبتدي يحط اطار معين وبيبلغ بيه، نبتدي احنا نتفاعل على هذا. وده دور وحلقه وسط مهمه جدا. طيب من خلال بقى بما انك انت المتابع للمرضى عن قرب، وطبعا دكتور برضه هنرجع له في نفس السؤال لدكتور بهاء، كل عصر ليه امراضه، يعني صحيح. مش بمعنى ان في امراض جديده تماما، لكن بمعنى ان بتلاقي انواع امراض هي المسيطره اكتر واكثر انتشارا. في العظام، العظام زمان كنا نلاقي اللي بيشتكي من خشونه في الركب او الظهر او المفاصل بعد سن معين، تمام. يعني لما بيبداوا يكبروا. دلوقتي الشباب كمان بيشتكي، مش كده ولا انا عندي صحيح. معلومه غلط او ملاحظه غلط؟ هو الحقيقه ده ناتج دلوقتي من ان اغلب الناس منهمكه قوي في اكل العيش زي ما بيقولوا. ما بقاش عندنا عادات رياضيه صحيحه، ما بقاش حد بيصحى كل يوم الصبح يتمشى شويه او يجري. اغلبنا دلوقتي بقى يسوق عربيات، فلما ما بقاش حد مثلا يركن العربيه بعيد عن الشغل ويتمشى ربع ساعه. فاحنا فبقى الامباكت بتاع الحياه السيدنتري اللي هي اللي فيها كسل شويه او نوع من الكسل شويه، ده بيخلي طبعا حاجات معينه تظهر علينا، زي امراض خشونه المفاصل والتهاب المفاصل، زي الحاجات الام بتاعه الظهر. في ناس كتير بتسوق لفترات طويله جدا، بيبقى الكرسي بتاع العربيه بتاعها مش مريح او بتقعد بطريقه صعبه. مهم قوي المعلومه دي، ان كرسي العربيه ارتفاعه وظهره، ولو يستخدم كمان مثلا حاجات مساعده، وسائل مساعده طبعا تخلي السواقه شيء مريح، مش شيء يعني بيبذل بتعب يعني. فالحاجات دي طبعا بتعمل امباكت. اغلب الناس اللي بتيجي بتشتكي في العيادات او في المستشفيات من ان هي عندها الام في الظهر، بيتخللها كتير قوي فئه السواقين اللي بيسوقوا عربيات كتير لفتره طويله وده شغله. ولما بنيجي نعمل فحوصات بنجد ان هو الفحوصات بتاعته ما بتقولش ان هو عنده مثلا غضروف او حاجه، وانما بيكون التهاب عضلي في الظهر هو اللي عامل المشكله دي نتيجه الاوضاع الغلط. أيوة. دلوقتي كمان مسكه الموبايلات، احنا كلنا معانا والاندرويد على كده، دايماً على طول على الموبايل او على اللابتوب طبعا يخلي الشولدرز الكتاف بتبقى مدوره، بيبقى واخدين وضع بوزيشن معين كده، وبيخلي الرقبه كمان دايما باصه لتحت، فده بيجيب دايما اجهاد في العضلات بتاعه الرقبه. ولو فضل دوت لفترات طويله ممكن يؤثر بعد كده على خشونه فقرات الرقبه والغضاريف وما الى ذلك. فدايما بننشر او نحاول يعني ان احنا ننشر الوعي الصحي بتاع يا جماعه دايما ناخد اوضاع صحيحه، دايما نلبس حذاء رياضي، نمشي واحنا ظهرنا مفروض، جسمنا يبقى مشدود، نلعب رياضه وحاجات زي كده. ولكن ما بنلاقيش الحقيقه استجابه كتير قوي من الناس. خلينا نقول ان نمط الحياه بقى صعب، الوقت مش متوفر، الشوارع مش متوفره عشان يعني التمشيه والرياضه لكل الناس مش متاحه، الفئه او الاغلبيه. نرجع لحضرتك في موضوع نمط الحياه وامراض العصر والوقايه اللي هي مهمه جدا. لا انا هدوركم الاول نشوف تقرير، والساده المشاهدين بداهم يتابعوا معانا تقرير عن علاقه نمط الحياه ووسائل التكنولوجيا الحديثه وامراض العظام والشكوى من امراض العظام اللي بقت منتشره قوي وفي سن صغير. نشوف مع بعض التقرير. اكيد طبعا التكنولوجيا لها تاثير طبعا على صحه الانسان، بس ده اللي يحدده اكتر الناس اللي يعني الاطباء اللي عارفين مدى تاثيرها عليه. مثلا القعده الكمبيوتر على سبيل المثال، القعده قدامه المسافات طويله ده اكيد طبعا بتاثر على الانسان بشكل عام.
الاستخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثه ده ثبت علميا انه نوعا ما بيأخر في بطء التفكير عند الانسان، اللي بدا يعتمد كل حاجه على التكنولوجيا، سواء الكمبيوتر سواء الموبايل سواء الكالكوليتور سواء الانترنت. الحاجات دي كلها بتاثر على نمو الجسم وبتاثر على العظام وتاثر على الاشياء يعني كلها. انا شايف ان هي اثرت على صحته بشكل عام يعني، بالذات الاشارات والحاجات دي بتاعت الموبايلات بتاثر على المخ غالبا وعلى المستوى العقلي كمان تركيزه يعني. هي مؤثرة بشكل عام بس بشكل غير مباشر، لان في حاجات كتيرة دخلت زي الموبايل. اغلب الناس دلوقتي تيجي تكلمه يقول لك وداني بتوجعني. وداني بتوجعني من ايه؟ من الموجات الكهرومغناطيسية اللي بتأثر على صحة الانسان. كل ما التكنولوجيا بتقدم واخد بالك بتأثر على الانسان، واخد بالك في عقله في تصرفاته في الحياة اللي حواليه يعني، مش اكيد يعني، ممكن للأحسن وممكن للأوحش. هي أكيد بتأثر، وبالنسبة للأشعة اللي بتصدر منها فأكيد بتأثر على الإنسان عامة، لكن بتأثر بقى على العظام أو ما تأثرش، أنا ما أعرفش إنها تأثر ما تأثرش. طبعا حتى الآن يعني ما فيش دليل علمي قوي يقول لك إن مثلا إن بعض الأجهزة مثلا ممكن سببت يعني أمراض للإنسان. يعني إحنا قعدنا نتكلم عن المحمول وخبك كده، ويعني اخر تقرير عرفنا ان المحمول قد يؤثر على ايه الاطفال الصغار. دلوقتي اغلب الناس في المواصلات وكده قاعد على الفيس، قاعد على النت، وبيشغل وقت كبير من ايه من يومه، بيأثر بقى على جسم الانسان وصحته اكيد. اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، بنستكمل حلقتنا ولقائنا مع الدكتور بهاء والدكتور سامح، وبنتكلم طبعا عن امراض العظام لانها تخصصكم، وكنا بنتكلم ان امراض العصر او نمط الحياة في كل فترة وكل مرحلة بيفرض شكاوى وامراض معينة. نقول الكمبيوتر ووسائل التكنولوجيا الحديثة والانترنت والموبايل اللي احنا قاعدين عليه فرض امراضه وشكاويه. طبعا هو دلوقتي حتى دلوقتي احنا في الامراض بنسميها ليها اسماء كده. دلوقتي حتى دلوقتي دخلوا حاجه اسمها كمبيوتر سندروم، يعني ايه امراض الكمبيوتر او اعراض استخدام الكمبيوتر من حاجات كتير بتاثر من اول الراس لغايه الرجل. نبتدي مثلا بالراس، استخدام التليفون والتليفونات الصغيره ديت والحاجات ان انت تفضلي حاطه راسك لقدام. حضرتك لما بتحطي راسك فوق كتافك بتبقى وزنها بس. وانس ان انت بتدي تتحركي 5 درجات ل 15 درجه ل 25 درجه بتوطي لقدام، تضربي راسك في معدل الذراع المقاومه. كل ده كل ما انا بنزل راسي لقدام انا راسي بتتقل اكتر على الفقرات، فتبذلي مجهود. عضلات رقبتك من ورا تبذل مجهود عشان تمنع راسك. بذل المجهود ده بيعتبر قوه وقع على مركز الثقل. مركز الثقل هنا ده اللي هو العمود الفقري. هتبتدي فقرات رقبتك تبتدي تشتكي، تبتدي خشونة الفقرات، تبتدي الغضاريف تتاكل، تبتدي تضغط على الاعصاب، تجي وجع في الكتاف، الحاجات دي. ده مثال. حضرتك لما تقعدي فتره طويله قدام الشاشه، الشاشه دي ليها طول وعرض. حضرتك بتبقى عينك رايحه طالعه نازله. لو الشاشه واطيه يبقى انت بتبتدي من نقطه منخفضه لنقطه منخفضه اكتر فبتنزلي راسك، او العكس تبقى رافعة راسك. فعشان كده الوضعين غلط. المفروض الشاشة تبقى قدام مستوى عينيا، ابقى نص الخط بتاع الشاشة وابتدي اطلع وانزل بتاع، يبقى في حدود الشاشة اللي قدامي. الحاجة التانية ما احطش مثلا موبايل واعمل كتاب في فترة طويلة كده زي ما بتعمل ناس كتير بتمسك التليفونات، فده من حاجات الخطأ. الماوس نفسه لما بيقعد فترة طويلة، الدراع نفسه لو اتحط على ساند الكرسي ممكن يضغط على العصب بتاع اليد او يضغط هنا على اليد يديلك تنميل في الدراع، كمثال من الامثله. لما حضرتك بتقعدي فتره طويله وبتبقي مايله لقدام من غير ما تسندي ظهرك، ده يعمل اجهاد على الفقرات القطنيه. لما تقعدي حضرتك على كرسي وتبقي تانية ركبك فتره طويله، ده بتعمل اجهاد. او كرسي اعلى من رجليكي بيعمل برضه اجهاد ويأثر في الدوره الدمويه وتدي رجليكي تورط. كل الحاجات دي حطوها في اطار مسمى اطار ايه؟ كمبيوتر سندروم. طلعوا لها اكسرسايز سموه ديسك اكسرسايز، دي اكسرسايز الناس تطلعها على الكمبيوتر او لو النت. ده ان انت وانت قاعده
في المكتب او في البتاع تقدري تعملي شويه تمرينات اسمها تمرينات الوقت الايه الضائع. يعني انت قاعده مثلا هتشربي فنجان قهوه وانت قاعده ممكن افرد رجلي للاخر واقوم، ممكن احرك جذعي ناحيه اليمين ناحيه الشمال، ممكن احرك كتافي لقدام والورا، ممكن اصنف طولي بس اشد عضلات جسمي، اشفط عضلات بطني، كل الحاجات دي اسمها التمرينات اللي اسمها ديسك اكسرسايز. لما اكسرسايز ديسك سموها بتمرين انت قاعده على الديسك مكتبي من الظهر ومن رجليه من قدم الرجلين من بالزبط. يجيب التمرينات دي وهو قاعد ودي مش محتاج ان هو يروح لها بقى ولا حاجة. عشان كده حضرتك انا الشوارع والكلام ده لا انا ممكن اعملها في مكتبي، ممكن اعملها في وقت الراحه، انا باخد هاخد سندوتش هاخد اي حاجه حتى في مكالمه تليفونيه ممكن وانا قاعد اشد رجلي افرد رجلي لاخرها، دي هتساعدني ان انا اشد العضلات. حتى الحاجات دي بتلاقيها موجوده لما نركب الطيران فترات طويله بتلاقي عندك بامفلت صغير يقول لك تعمليها وانت قاعده على كرسي بتاع الطياره عشان نتجنب الجلطات بتاعه الرجل، نتجنب ورم الرجلين، نتجنب خشونه المفاصل او تيبس المفاصل نفسها، مش لازم خشونه، احس بالضعف حتى العضلات نفسها ما يحصلهاش ضمور من كتر عدم الاستعمال. أيوة. لان الجسم باستعماله الحاجه اللي بتستعمليها جسمك بيعيش بيها كويس، عضلاتك بتبقى قويه، عظمك بيبقى قوي، مفاصلك بتبقى بتعيش كويس. الله، الجمله دي يعني عايزه اقف عند حضرتك بتقول كده يعني جمل لازم نقف عندها، الحاجه اللي بستعملها يعني عشان كده احنا مطالبين على طول على الاقل بالمشي. بالظبط. كل قد ايه يعني كم مره في الاسبوع المفروض والمده قد ايه؟ ما فيش حاجه اسمها كل كل واحد يعمل بنسميها زي الاكارتا، ما تدخلي مطعم بتطلبي عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه حسب كذا. ظروف حياته حسب ظروف حياته، بيصحى بدري ينزل يتمشى بدري، بيصحى متاخر عنده شغل متاخر بيروح بدري الشغل وبيجي اخر النهار يمشي اخر النهار، يعني يمشي يعني في ظروف كتير قوي انا اقلم حياتي على ظروفي انا، فيبقى الواحد من هنا ما نقدرش لو كل واحد حطينا له جدول معين هيكسروا الجدول دي، لان الانسان بطبيعته عنده اختلافات في مثلا ظروف عائليه، ظروف شغل، ظروف مجتمعيه، الجو حر النهارده الجو برد كده، لا يقدر يأقلم نفسه على حسب الظروف. المهم الحركه بالظبط. لو امكن السباحه، هل السباحه مهمه جدا فعلا؟ جدا بتحرك كل الجسم. ايوه يعني السباحه دايما انا بسمع ان انتوا بتنصحوا بيها دكتور سامح. احنا بننصح دايما بالسباحه لان هي احد التمرينات اللي بيعمل تقويه كويس جدا للعضلات وبيعمل تقويه كمان للمفاصل وبيزود الدوره الدمويه في المفاصل من غير ما يبقى في اوزان كتير على المفصل. احنا واقفين لما بنقوم نقف في كده دراسه اتعملت ان احنا طولنا واحنا واقفين بيبقى اقصر شويه من طولنا واحنا نايمين. أيوة. ده نتيجه الضغط على الغضاريف اللي في العمود الفقري ونتيجه الضغط على الحاجات القابله للانضغاط الموجوده في المفاصل بتاعتنا. في السباحه احنا ما بنبقاش شايلين وزننا، بتبقى الميه هي اللي شايله، فعلشان كده ده بيدي فرصه اكتر للتقويه بتاعه العظم بس هل السباحه يعني احنا من كتر ما جسمنا بيبقى سهل الحركات واحنا يعني بنعوم بنتخيل ان ملهاش نفس تاثير الحركات خالص. وهي على الارض عادي او لا خالص، حضرتك شوفي اجسام السباحين اللي هم المحترفين تلاقي كلهم اجسامهم مشدوده، كلهم بطنهم مشدوده، ظهرهم مفرود، دايما كتافهم راجعه لورا، وهم ما بيبذلوش جهد في كده، هم تشكيلتهم بقت كده. السباحه لا بتعمل تاثير قوي جدا جدا على العضلات والمفاصل يعني. يعني من بعدين هي حضرتك في السباحه بتبقى دايما العضلات بيحصل لها استطاله وقوه، فهي دي من بتاع ما فيش عليها احمال، يعني العضله نفسها وانت في جسم حضرتك في بتاع ما فيش احمال على جسم حضرتك، فبتبقى المفاصل هاديه ما عليهاش اجهاد، بتتحرك كويس، التغذيه بتاعت المفصل نفسها بتتحسن جدا. حضرتك الوعاء الدموي ما فيش في الركبه، ما فيش وعاء دموي، ما فيش تغذيه، اللي بيغذي الغضاريف السائل الداخلي، فلما بيتحرك وبتدي تعملي فيها ليونة تتغذى الخلايا بتاعتها وتبتدي يحصل فيها نشاط، فكل ده من العوامل بتاعها. من السباحه بنتكلم سباحه ولا بنتكلم على الرياضه عموما هي اللي الرياضه عامه؟ بس انا بتكلم على السباحه لان جسم حضرتك بيبقى خفيف جدا، يعني اذا كان وزنك مثلا 60 كيلو لما بتنزلي في الميه اللي هو قانون الطفو ده اللي بينطبق عليك، فبيبقى جسمك خفيف فما تقدري تتحركي، لدرجه ان احنا اللي عندهم تعب في المفاصل مش قادر يمشي لما بينزلوا في الميه يقدروا يتحركوا وبيقووا عضلاتهم، لان هي مجموعه متجانسه، الحركه مع الرباط اللي هي
ده بيستخدم فيها العضلة ويستخدم فيها الأربطة بتاعت الرجل نفسها المفصل، وبعدين بيستخدم العظمة نفسها اللي انت بتستعمليها. فكل دول بيبقى منظومة بيتحسنوا على طول مع بعض. ده بعد كلام حضرتك ده اللي يقدر يعني يمارس السباحة كل يوم في أي وقت ياريت يقدر. هي طبعا خير وقاية زي ما بنقول. الوقاية دايما في الشكاوي كتير وأمراض كتير طبعا هي العلاج، لأن لما المرض بيوصل لمرحلة معينة زي يعني اعوجاج العمود الفقري عند كتير قوي منا، وبيجي من طفولة بيبقى ومش واخدين بالنا، وتبدأ أعراضه تظهر في مرحلة اللي هو صعب علاجه خلاص فيها بعد ما يكون أخد الشيب أو الشكل. فهنا بقى نقول بقى ولادنا وشيل شنط التقيلة والقعدة الصح وكده مهم التوعية. بص حضرتك، هو احنا في الطب عندنا حاجة اسمها الأويرنس. الأويرنس يعني المعرفة بالحاجة وإظهارها للمرضى عشان نتجنب. انت حضرتك مثلا بيتعمل حاجات اسمها سكريننج لحاجات مثلا اعوجاج العمود الفقري، ده نظام مفروض ان كل اللي هم الناس اللي هم بيقدموا خدمه صحيه بيفحصوا الاطفال كده مثلا في ظهرهم اي اعوجاج في العمود الفقري مثلا، يبتدوا يحولوا للطبيب لان في اوله بتاع. فالوقايه عندنا خير من العلاج. الوقايه، واحنا كل الطب اساسا بيعتمد على الوقايه قبل ما نوصل للمراحل العلاجيه، لان المراحل العلاجيه دي ليها مراحل بنقسمها لثلاثة مثلا، نون فارماكولوجيكال اللي هي تعليمات وفارماكولوجيكال بالادويه، وبعدين نوصل لمراحل جراحيه. فاحنا بنحاول الجراحه بتبقى ثالث اختيار بالظبط، ما بتبقاش وفي كمان بقى علاج طبيعي لو هنقول ده مرحله كمان. ما هي دي بتبقى جزء من ما هو في النون فارماكولوجيكال علاج طبيعي، وفي الادويه برضه فيها جزء من علاج طبيعي، وفي الجراحه لازم يبقى معايا برضه اخصائيين علاج الطبيعي، لان ده بيساعد في اللي بنسميها إعادة المريض للحالة ما قبل مثلا الكسور والحاجات زي دي كده مثلا كمثال. احنا سعداء جدا بكم المعلومات واللقاء المفيد مع أساتذة كبار مستقبل الطب وجيل الخبرة ممثل في الدكتور بهاء علي كورنر. بنشكر حضرتك دكتور سامح أبو زيد، بنشكرك. بشكر أيضا مشاهدينا على متابعتهم لينا، ولقائنا إن شاء الله في نفس الميعاد الأسبوع القادم وحلقة جديدة من لقاء الأجيال.